قلت لي ان احنا بننتج حوالي 500 الف شتله موالح. تمام. ايه تاني ممكن ننتجه؟ بننتج شتلات الخوخ على اصول نيميجارد. اصل النيميجارد ده احنا بنستورد الاصول بتاعته من امريكا. بننتج شتلات الكمثرى على اصول بوتشيفوليا. بننتج شتلات التفاح، الرمان، التين، جميع انواع شتلات الحلويات. الحلويات لان احنا بنزرعها في الارض مباشره، مش محتاجين لصاب ولا محتاجين لكياس. بنسميها بلغة المهنة بتاعتنا زراعة الملش. معروف ان الشتلات يعني بنتكلم في اصول مستوردة من الخارج او اكسار محلي. ثانيا ام بناخد منها عيون عشان نعمل منها الشتلة. صح كده؟ دي دورة كبيرة جدا ما بتتمش في يوم وليلة. تمام. احكي لنا بنعملها ازاي الشتلة دي؟ بنصنعها ازاي؟ مراحل تصنيع شتلة الموالح بنقدر نقول ان احنا بنبدأ من البذر. يبقى احنا لازم ننتخب البذره اللي احنا هنجيب منها. تمام. احنا حاليا معظم البذور اللي موجوده هنا في مصر بذور الفول كامريانا، نقدر نقول انها ايه، كسر ده للاصل. فلينا بعض المزارع بدون ذكر اسماء مصادر بتاعتنا، بنجيب اجود انواع بذور الفول كامريانا. تمام. وبناخد البذور ده بنزرعها في مرقد في بيوت. انا جيت لك هنا من خلال عدد كبير جدا من مزارعي الموالح، قالوا لنا مشتل محمد بركات هو ده عنوان زراعة الموالح في مصر. تمام. ايه اللي بيميزك؟ ايه اللي بيميز شتلة الموالح اللي انت بتقدمها لهم، او شجرة الليمون، او شجرة الجريفروت، او حتى الاشجار النواة الحجرية، البرقوق والخوخ وغيره؟ عود الشتلة ده هشبهه لحضرتك زي الطفل الصغير. لازم نغذيه صح. الف بيه عندنا هنا برامج التغذية. يبقى لازم عشان اطلع عود شتله لازم اطلعه ضرب عين معين على 40 سنتي مثلا، بضرب العين بتاعتي، مجموع جذري محترم، حجم كيس محترم، عود متغذي تغذية واخد جميع العناصر بتاعته. ما طلعتش عود بشوية يوريا ورشة بيرليكس أو رشة هرمونات، لا، بطلع عود شتلة محترم. نقول للعيون بتاعتنا بنجيبها من مصادر بتاعتنا أو إن كان في مرائد معينة موجودة عندنا احنا بنشتغل منها. نبص برضو على المجموع الجذري بتاعنا، لأن أهم حاجة بالنسبة لنا المجموع الجذري، ما يبقاش خالي من الأمراض، ما فيش فيه أعفان، ما فيش نيماتودة، عامل انتشار محترم في الكيس. وان كنت بشتري الشتلات اللي هي الملش بتاع الخوخ والبرقوق دي، طبعا الجذر بيبقى باين قدام. وتبقى طبعا اصول مقاومه، يعني هنتكلم في الحلويات كان شتلات النيميجارد، يبقى عندي اصل مقاوم بنسبه مقاومه محترم. صدرت قبل كده من هنا؟ الحمد لله بعض الحاجات احنا عملناها، يعني ايه، نقدر نقول مش كبيره قوي، انما طلعنا حاجات الكويت، طلعنا حاجات السعوديه، وربنا يسهل. ده المستهدف بالنسبه لنا ان احنا نقوم بعمليه التصدير. ليه؟ لان نقدر نقول العالم العربي طالب شغل. بيجيبوا شغل من اسبانيا وبيجيبوا شغل من ايطاليا. مصر اولى، احنا اولى بالكلام ده، وهيبقى في انفتاح مثلا في افريقيا عن طريق مستثمرين عرب كبير. فهو المستهدف بالنسبه لنا باذن الله عمليه تصدير شتلات الموالح والحلويات لافريقيا والعالم العربي. ربنا يكرمنا ووفقنا يا رب دايما. لا، بالقوه دي صدر، لازم تصدر، انت تشرف البلد. الله يخليك. خلينا نسالك سؤال دلوقتي، احنا قلنا حوالي 3 مليون فدان بتتزرع النهارده في بلدنا، منها مثلا حوالي نص مليون فدان لو افترضنا بتتزرع مثلا محاصيل بستانيه. تنصحنا بالتوسعات تكون ايه؟ ايه الاصناف اللي نزرعها العالم محتاجها والسوق المحلي؟ والله هو سوق، يعني احنا نتكلم في السنتين ثلاثه الاخرانيين بعض الاصناف نقدر نقول انها محققت نجاح. مثيل مثلا البرتقال البلدي. بيجي طلب البلدي، البرتقال البلدي. البرتقال البلدي عندنا منه صنفين هنا موجودين في مصر، البلدي الباينبل والبلدي السانستي. يعني شايفين ان هو في الخمس سنين الاخرانيين دول ماسك سعر حلو. ماسك سعر حلو. تصدير ومحل. انت صح على فكره. تمام. نقدر نتكلم على السفنديات، في بعض اصناف السفنديات زي الميراب مثلا حقق نجاح، عمل فلوس السنه اللي فاتت. كان كلام في سعر الكيلو 6 جنيه ونص والكلام ده، وبيجي بدري وحبايه محترمه وعمل شغل كويس.